بسم الله الرحمن الرحيم. 11 أغسطس، المعاناة مستمرة، اليوم الرابع، استعدون للمغادرة نحو السودان. المعاناة مستمرة وأمطار غزيرة. المعاناة مستمرة. صباح الخير عليكم يا عالم. نحن الشعب السوداني، والسوبيا ما اتحملتنا ولا اتقبلتنا، وهسي نحن راجعين على السودان، جينا وقفونا هنا في شهيدي، وده حال المطر. يعني نحن جينا قعدنا في مكان وكلنا نزلونا في ميعة اتجاه الخور، الحكومة جات نزلتنا اتجاه الخور. نحن هسي حاليا في المعساة اللي انتو شايفينه ده، احنا بنناضل وين العالم اللي بترفع الناس، يا ترجعون السودان يا تطلعونا برا من اثيوبيا وبرا السودان. هو حسي هم كذا مره يقول لنا الحكومات بتاعتنا ماتت عشانكم، لا نحن دارين نموت ولا دارين الحكومه بتاعتهم تموت. نحن فقدنا ارواح، عندنا الجرحى اكثر من 20 30 جريح، وكم من الموتى، يعني رصاص عديل قتلتهم. نحن حسي حاليا دارين نطلع خارج اثيوبيا، حسي نحن واقفين في مدينه شهيدي، ووقفونا من أمس، نحن قاعدين في مدينة شهيدي، دارين نطلع من خارج أثيوبيا ومن خارج السودان، بس أي محل عامل، إذا السودان عنده حرب ما دارين تودونا، ودونا برا السودان، إن شاء الله بيشبرين من السودان، بيشبرين من أثيوبيا، دارين نطلع برا. إحنا ما عندنا أي حاجة لأثيوبيا ولا عندنا أي حاجة للسودان، بس دارين الأمان، إحنا عندنا أطفال، أسر كبيرة ومرضى، وهذا حال أثيوبيا، يعني نزلونا في الخور، ده مجرح بتاع موية وده شلال. يعني نزلونا تحت الشلال، قال لنا ما نرقد في جهاز زلط في المكان الآمن، هم نزلونا هنا، ده الشلال وده الخور. زي السنة اللي فاتت السيول شالت أطفال، الأيام دي برضو السيول كثيرة، مضخين 100% يمكن تشيلنا كلنا، السيول دي تودينا قدام. نزلونا في الشلال، ده الشلال، الحكومة قالت ده مكاننا الشلال، ترى الشلال ما عندنا مكان نقعد فوقه، لكن احنا اليوم إن شاء الله دارين نتقدم، نمشي الحدود، نمشي السودان، نمشي أي دولة. دارين نمشي دارين مكان عامل، يعني حسي نحن استضافونا في الشلال، كنا في الزلط قالوا الزلط ممنوع، وكنا بشرق الزلط برضو قالوا ممنوع عشان المكان سمح. نزلونا هنا ده الشلال يا جماعة، العالم كلها تشيف ده الشلال، الشلال موية جارية، ونحن نزلنا الشلال، فقدنا أرواح بأسباب الشلال، وحسي برضو نبغي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، التيجان الرحيم، لاجئ بسيبية. بحمد الله وتوفيقه تحركنا من اليوم المئة من غابة بلالة، وعلى مدى 4 يوم نحن على مشارف مدينة شهيدي. نحن واجهنا ظروف صعبة جدا للغاية، ظروف يعني إنسانية في كل الجوانب، على المستوى الأمني وعلى المستوى الغذائي وعلى المستوى الصحي وعلى المستوى الطبيعة. اليوم كما ترون يعني نحن تحت الأمطار، أمطار ثقيلة جدا مصحوبة بالتوابع الرعدية وكذلك بالهواء، والحمد لله معنا أطفال، معنا عجزة، معنا مرضى، معنا كل الفئات، معنا حوامل، معنا المعاقين. في كل هذه الظروف نحن نسير بالأقدام، ونحن على مشارف مدينة الشهيدي، وعلى مدى 4 يوم قطعنا حوالي 45 كيلو، وننطلق اليوم إن شاء الله متوجهين إلى نقطة التسجيل في الحدود مدينة المتمع إن شاء الله. بكل أسف لم نجد أي دعم، أي مساندة، لم يعني تتدخل أي منظمة من المنظمات على المستوى الإنساني في تقديم أي مساعدة من المساعدات. كل الأكل اللي عندنا نفد تماما، ما عندنا أي أدوية، ما في أي خدمات، ما في كل عندنا كثير من المرضى الآن ملقيين على الشارع. بكل أسف يعني العالم يشاهد، ونحن في وضعية بتاعت لاجئين في منظمة اليوني سي آر موجود، في الار اس موجود، وآخر ظهور لهم كان بالأمس الأول،
وجوه جونا بالبساط وطالبوا انه نذهبوا لحفتيت. فكان حاجة غريبة جدا يعني، احنا عندنا موتى ما كان عزونا فيها، عندنا جرحى ما عزرونا فيهم، عندنا ظروف إنسانية يعني قاهرة جدا جدا، ما وقفوا معنا على الإطلاق فيها. كل همهم إنه نذهب إلى حفتيت. حفتيت هو في الإقليم نفسه، الإقليم المزدهر اللي هو في حال الطوارئ يعني في إقليم أمحرة. حفتيت هو غير قانوني لأنه هو على الحدود السودانية، وهو ومتآخم للحدود السودانية من داخل الأراضي السودانية الحرب المستعرة وعنيفة جدا. بكل أسف إنه الانتشار السلاح موجود في كل مكان، في حفتيت في كل مكان. الأمن غير متوفر، حتى في آخر الأيام كان في أحداث كثيرة جدا حدثت في حفتيت، يعني أصيب في أكثر من كذا واحد، في منهم واحد الآن في مستشفى شهيدي قبل 4 يوم. حالنا إنه يعني يغني عن السؤال، ظروف سيئة جدا. الناس الآن بينقلوا الأمتعة بتاعهم من تحت المياه كما ترون، نحن بيتنا في المياه تماما. أمطار كانت قذرة جدا، ما في أي كما تشاهدون ما في أي معينات، ما في أي تجهيزات.